كنت بتمنى لو انك نظرتي اكثر على هالاحتفالات هي، على القليله جرحي كان سكر. يعني شغلتيني كل شغل البيت اليوم وخليتيني احضر طاوله سهره. اي بس هافا، انا كيف كنت بحالتي هي بدي احضرها يا بنتي، وكمان هالشغله يمكن تكون منيحه لك، فكرت انك رح تضحكي شوي وتنسي. بعرف انه انت بتحبي تاكلي، بس انا عملت كل هالشي مشانك امي. بنتي بس نحنا عيله وحده، يعني انا فكرت انه سعاده واحد منا بتعطينا القوه. انت بس سعاده سنان اللي بتعطيك القوه يا امي، يعني ولا مره شفتك تقبلتي نسيب. بعرف انك كنتي عم تعملي هيك بس لاني بنت. لا تقولي هيك بنتي، بترجاكي ما تقولي هيك، انا ما فيني اسمع الحكي اللي عم تقوليه هلا. ليش؟ انا فيني افصل اصابع ايدي عن بعضهم وفرق بيناتهم، لكن كيف بدك يعني افصل بين ولادي الاثنين؟ معقول؟ طيب لا تزعلي يا امي، معك حق مزبوط. يا روحي ليكي، انا ما رفضت لك طلب طول حياتي، انت اصريتي على نسيب، وبالرغم من اني كنت بعرف كل شيء وبعرف هذا الرجال شو رح يسبب لك، قبلت وقلت ايه بس لانه انت رح تكوني مبسوطه هيك. يا بنتي ما ضلت مصيبه الا فوتنا فيها هالقليل المروه، شفتي بعينك اني فتحت له بابي وقبلت انه يسكن ببيتي. انا شو لازم اعمل اكثر من هيك لحتى خليكي مبسوطه يا هافا؟ يلا هلا روحي افتحي. ايه ماشي. مين اجا بنتي؟ نحن اجينا خالتي مليحة، ما بدنا نتركك بمثل هيك يوم مهم كتير خالتي. يعني قلنا لحالنا نجي ونساعدكن. اختي مليحة نساعدك بشي؟ لا ما في شي ابدا حبيبتي، غسلتي الغسيل، فيكي تعلقي البرادي اذا بدك. شو حضرتي اكل خالتي مليحة؟ قلي لنا يا بنتي. يعني انا شو بدي حضر؟ يسلم ايدين هافا، هي اللي تعبت اليوم وحضرت لنا اكلات بتاخد العقل. ايه شاطره هافا، جبت لكم معي شريط راس بياخد العقل ليكم. راس مساء الخير. الحقيقة نحن قربنا نسكر. ايه مو مشكلة، أنا أجيت لحتى أشوف سنان بس. بس هو مو هون، أعطيني اسمك إذا بتحبي وبخبره بس يجي. لا خلص مو مشكلة، برجع لعنده. أهلا وسهلا. لازم تقومي تحطي شوية مكياج بنتي، وشك مغير لونه من التعب. أنتِ جنيتي أستغفر الله، بقيان عندي شوية روح وأنتِ مصرة إنك تاخديه. يا ريت تعرفوا شو عم تحكوا قبل ما تفتحوا تمكن. كأنه صايرة ما بتحب تستقبل الضيوف. لا مو هيك القصة، مزعوجة مشان نسيب. أيوة شوفي مين إجا. يا بنتي الحلوة، أهلين وسهلين يا روحي. فاتت وقعدت وكأنه البيت بيتها. لا مو مثل كأنه البيت بيتها، رح يعيشوا هون وقت رح يتزوجوا. ايه اصلا في غرفة الغسيل الصغيرة اللي جوا انا حضرتها وجهزتها مشانهم. انت بتعرفي اتنيناتهم عندهم بيوت مثل القصور، شو لهم شغل بهذا البيت؟ بالحقيقة انا فكرت بالموضوع وقلت لحالي انه كلياتنا بنقعد ببيتي، وبهي الحالة هافا ونسيب بيعيشوا هون لحالهم ان شاء الله إذا رجع نسيب على البيت. أنتِ مانك مجرد كني، لك أنتِ بنتي. أنت اللي جبتني لهون ها؟ طيب ماشي نسيب، أنا جبتك، تعا. شو عم تعمل أنت؟ لنشوف مين إجا.
حبيبي؟ أنت أجيت؟ سنان جبرني وجابني لهون بالقوة. أختي أنتو لازم تحكوا مع بعض، أنا رح فوت لجوا. ليكي أنا أجيت بس كان غصب عني الموضوع. طيب مو مشكلة، لا تضل واقف هيك على الباب، خلينا نفوت لجوا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك ابني سنان، ليش ما لبست؟ كيف يعني؟ لك أن في رجال جاي بده يخطب بيجي لعند العالم وبيكون لابس هيك؟ وصلتك الأخبار كمان؟ من جيداء نفسها. حلو، اجيت تداهمي مراسم الخطبة، عظيم كتير. لا مو لهالدرجة، بس بعد الشغلات يلي بدي أقولها ما بعرف إذا رح أضلها الخطبة ولا لا. وأنت شو رح تعملي؟ ضلي هون سنان، وقف أخي، ما فيك تتزوج. انت عن اي زواج عم تحكي بولانت؟ فهمني شو في؟ جيداء هي يلي قالت لي انه انت وياها اليوم رح تخطبوا. جيداء؟ الخالة حفيظة خبرتني. انا شو بعرفني؟ سمعت هذا الحكي من مليحة. مستحيل، انت طرشة، شلون سمعتي هيك شيء؟ انت عم تكذبي. ميرال حبيبتي انا قلت هيك شيء؟ ولو خالتي كمان انا هيك فهمت وقت اللي انت جبتي سيرة الخاتم. ايه ماشي ابني، انت شو صار لك هلا؟ لنفترض انه هيك، طيب وين المشكله؟ قلي انت اللي معارض. يا خالتي مليحه، لانه هلا في قصص اهم بكتير. لا ابني، انت بتعرف شو هي القصه المهمه؟ هاي البنت اللي واقفه جنبك هلا، انت كيف بتجي على بيتي؟ ايه صح معك حق خالي، انا زعلته لابنك، بس عم حاول هلأ ما خليه يزعل مرة تانية، ولازم يعرف الوش الحقيقي اللي مخبيته. رجعنا لنفس الموضوع، بولنت ما رح تتعلم من غلطك؟ ليك يا بنتي، متذكرة كتير منيح اني قلت لك ما بدي شوفك، مزبوط؟ بس انتي ليكك اجيتي على بيتي بكل وقاحة، فيا ريت تنقلعي من بيتي هلأ. امي بكفي، يلا بيلين احكي اللي بتعرفي. سنان شو هذا اللي عم يصير؟ رح تسمع الحكي اللي بلا طعم اللي سمعناه من بولنت مرة تانية؟ لا، رح نسمع من مساعد حضرتك بالجريمة. ما عاد فيني خبي أكتر، أنا ما كنت هيك أبداً، بس صرت لعبة بإيد جيداء خانو. ما كان بدي شي وهي ورطتني، كل شي قاله بولنت مزبوط. وقت نحن انكشفنا جيداء خانم اخترعت كذبة مرض أمي، ومو بس هيك كمان كانت عم تحاول تبعدك عن الشيف سنان، هي كان بدها تعرف كل خطوة لألك وأنا كنت عم خبرها. على كل حال هي الشخص يلي حرض خالتي مليحة وعلق بيناتكن. كذب، هاد الزلمة مريض وعم يخبس. شو عملتي؟ دفعتي له مصاري؟ ما سنان بنتي جيدة ما بتعمل هيك شي، يمكن هداك بركان. انت فكرتي انه اللي عملتي خطة منيحة صح؟ سنان بترجاك لا تعمل هيك، لسه بتوثق ببيلين معقول؟ انا كنت شاكك بهذا الشي اصلا، قلت شركة كنا نشتغل معهم من قبل صح؟ ايه صح، فيك تروح.
المكان اللي بيشتغل بتقديم الأكل أنا متأكد إنه ما بيشتغل مع حدا تاني غيرنا. بس قلت لحالي يمكن يكون في ظروف خلتهم يشتغلوا مع حدا تاني غيرنا. اتصلت وسألت، هنن ما اشتغلوا مع أي شركة تاني. أنا مستغربة من اللي سمعته، يعني هذا بركاي أكيد كل شي عملتيه انفضح جيداء. يا ريت ما عاد اسمع صوتك. انت شو عملتي يا بنتي؟ كل يلي عملته كان بسبب حبي الكبير إلك. عملت هالشي لأني بحبك. اللي بيحب يتمنى السعادة للي بيحبه. انت عملتي كل شي مشان سعادتك وبس. سنان، شو عم يصير؟ انت هيك عم تغلط جيداء. ما بدي شوفك بعد هلأ، لا بمطعمي ولا حتى ببيتي، مفهوم؟ سنان شوف، إذا سمعت طلعي من بيتي جيداء. ايه ماشي، ما عاد اجي لهون، هذا حقك. بس انت ما فيك تقلعني من المطعم أبداً، لأنه في تفصيل صغير أنتو نسيتوه، هو أنه عندي أسهم بهذا المطعم وما رح أعطيكن ياهن بنوب. بنتي قديش أنتي طلعتي شخص لئيم. رح أكون مبسوطة. ما رح تبيعي أسهمك؟ لا، ما رح بيعها، يعني ما رح تقدر تتخلص مني بسهولة. رح أتخلص منك بسهولة ورح أقول لك كيف هلأ. رح أنفصل عن شراكتك. أصلاً مليت من الضجة. المطعم صار لألك. انبسطي فيه على كيفك. يلا بالإذن منك. لحظة سنان، لا تروح. Thank you.